ندخل في إصحاح 9. يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعب. على نفس النغمة ونفس الجو النفسي، هو شايف الشعب منحرف والشعب مش راضي يسمعه ومصرين على الوثنية وقلبهم حجر، وهو ما عادش عنده حيلة غير ايه؟ غير البكاء. فمن كتر دموعه يقول ايه، ينفع يا رب تخلي راسي دي علبة مية وعناية دي مصور الدموع وخليني كده على طول، يمكن تقبل دموعي. طب ايه، اصل الكلام مش جايب نتيجة، كلام مش جايب نتيجة. مرة ام بتقول لي ايه، ابني بعد عن ربنا 20 سنة ورجع خادم، بس عارف ايه اللي رجعه؟ دموع ابوه الله يرحمه. ابوه ما شافش انه رجع، فقلت لها لا يبقى شاف من السم. قالت لي ابوه كان بيبكي كل ليلة لانه ابننا مشي في الادمان والمخدرات واللخبطة وما بيسمعش، لا كاهن عارف يكلمه ولا خادم ولا احنا. وفضل 20 سنة والراجل مات في حزنه، لكن دلوقتي شايفاه رجع وبيخدم ربنا وكده. دي بركة الدموع. الدموع قوية جدا، الدموع أقوى من الكلام. عشان كده أرميا بروح النبوة وهو عارف أن الدموع غالية عند ربنا، بيقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينابيع دموع فأبكي نهارا وليلا على قتلى بنت شعبي. لو كنا بنقول للناس والناس مش سائلين فينا، نقدر نتكلم مع ربنا ونبكي أمام الله، لعل دموعنا يعني تتوب الناس أو تحرك قلبهم. فهو إدراكه أنه ما عادش له دور، الكلام مش جاب نتيجة ومحدش سمعه، قال طب أعمل إيه غير أن أنا أصلي قدام ربنا وأبكي عليكم لعل الله ينظر إلى الدموع. بيفكرون بها الآباء لما المسيح شاف أرملة نايين. تفتكروا قرية نايين؟ المسيح كان ماشي وطلع جنازة صعبة قوي، أرملة عندها ابن وحيد واخدها تدفنه، فطبعا ملهاش حد، دي أرملة وده ابنها الوحيد، فما عندهاش غير دموع. أم تتحرك المسيح، وقف الموكب وحط ايده على النعش وقال له قوم، ودفعوا إلى أمه. طب هي حد طلب منك؟ لا، أمال إيه دموع الست دي؟ هذه الأرملة الباكية على ابنها الوحيد حركت المسيح له المجد، وبدون أن يطلب منه إنسان قوم الميت. ففي ناس بتبقى حياتها زي الميتين، وصل إلى شر، لا يسمع ولا يقبل كلام من حد، ولا حد قادر يقول له يمين وشمال. طب وده يعملوا له ايه ده؟ لا ده عاوز معجزة. طب المعجزة تيجي ازاي؟ تيجي بالدموع. لما تبكي امام الله، الله ينظر الى دموعك. عشان كده في تعبير في النشيد جميل يقول ايه، حولي عنك عيناك لانهما قد غلبتاني. يعني ربنا لما يلاقي ام بتبكي على ابنها اللي بعد عن ربنا، مش عاوز حاجة في الدنيا غير انه يرجع لربنا، يقول لها خلاص عشان خاطرك، لان دموعها غالية. زي ما حصل مع القديسة مونيكا، القديس أمبروسيوس قال لها لا يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع. دموع الغالية دي مش ممكن الطلب ده يبقى رخيص عند ربنا أو. فأرميا النبي كأن لا حيلة له، رجل واقف عاجز قدام شعب عنيد، فيقول إيه، يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع. الدموع يا أحبائي نعمة، ويسموها الأباء المطر، دموع الصلاة. أنا مش بتكلم عن أي دموع، ما في دموع كئيبة مؤذية، لا، أنا بتكلم عن دموع الصلاة، الدموع اللي تتقدم قدام ربنا بتذلل وبتواضع وبحب، بمسكنة طوبى للمساكين بالروح. مرأة الخاطية دموعها ذكرها المسيح لما قال لسمعان الفريسي، قال له أنت ماء بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجليه. إذا كان المسيح حاسس بدموعها وهي نازلة على رجليه، وقدر قوي الحكاية دي. فإذا دموع الناس غالية عند ربنا، بس الدموع اللي تحمل حب نقي، إما دموع توبة أو دموع صراخ من أجل ناس تعبانة أو بتهلك، الحاجات دي غالية عند ربنا قوي. ما
مرة القديس بولس يشجع ابنه تيموساوس يقول له ايه؟ انا بفتكرك في الصلاة ذاكرا دموعك عشان اتعزى. يعني القديس بولس وهو بيصلي ويجي في باله تيموساوس يفتكر تيموساوس وهو بيبكي، فيقول اصل المنظر ده بيريحني بيفرحني، لاني ببقى عارف ان تيموساوس بيحب ربنا فبيصلي بدموع، فيقول له ذاكرا دموعك، يعني بفتكر انك انت كنت بتصلي بدموع. الدموع زي المطر، والمطر ده نعمة وما لهاش معاد واحد. يعني ايه؟ ممكن تيجي في مرة وما تجيش في مرات، معلش هنكمل صلاة. لكن الاهم من الدموع الخارجية دموع القلب، انسحاق القلب، لان في واحد دموعه سهلة قوي بس قلبه برضو مش نقي، وفي واحد تبقى دموع قلبه غزيرة، يعني في مشاعر وتنهدات جوانية أكتر من الدموع الخارجية. يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبه. يوحنا الدرج، القديس يوحنا الدرج من القرن السابع، يقول كلمة جميلة، يقول دموع التوبة تكمل عمل ماء المعمودية. فماء المعمودية يولد الإنسان، أما دموع التوبة فمسؤولة عن نموه، فدموع التوبة بتكمل مية المعمودية. فتعمدنا زمان في المية، إنما دموع حياتنا دي ليها دور إن احنا نكبر روحيا. أبكي نهارا وليلا قتل بنت شعب، ده معناه إن الرجل ده ما كانش بيبطل صلاة. يقول هبكي صبح وليل على قتلى بنت شعبي. قتلى هو لسه اتقتلوا، هو شايفهم قتلى بالخطايا، وبكره هيبقوا قتلى على يد بابل، فيعني شايف ضحايا الشر. وفعلا احنا في زمن صدقوني لو بصينا حوالينا ضحايا الشر ما لهمش اخر، ناس كتيره رايحه في سكه وحشه، لو ادركنا النهايات لكنا نقضيها دموع نهار وليل عشان النهايات دي ما توصلش لولادنا. يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زناه جماعة خائنين. يبقى عنده اتنين يا ليت، يعني شهوتين في قلبه كده، شهوة انه يصلي بدموع بلا توقف، شهوة روحية يا ليت رأسي ماء، والشهوة التانية انه يهج من كتر ما الشر حواليه مش مستحمله، فبيقول يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين. كان زمان اسمه مبيت مسافرين، اللي هي ايه؟ الاوتيلات اللي بتبقى على الطريق دي، الفنادق زمان ما اسمهاش فنادق، اسمها مبيت مسافرين، لان لما يسافروا مسافات طويلة قوي كان يبقى في بيت كده بالايجار يدفعوا الاجرة ويباتوا ليلة. انما هو عشان يطفش من وسط الشعب من كتر ما هو تعبان من الخطية المحيطة به، فبيقول يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين، يعني ابعد خالص عن البلد دي، فاترك شعبي وانطلق من عندهم، لانهم جميعهم زناه جماعة خائنين. يبقى الشخص الروحاني عنده شهوة داخلية انه يطلع بره دايرة الشر. في واحد يبقى قاعد وسط دايرة الشر مبسوط وبيضحك، وفي واحد قاعد وسط دايرة الشر مخنوق تعبان متضايق. مرة واحد دخل الخدمة جديد وبعدين يقول لي ايه؟ انا كنت بسهر مع اصحابي، وكانت السهرات ايه؟ كلها كلام بطال وشرب وحاجات كده، وبعدين لقيت نفسي انا غبت عنهم فترة، ألحوا عليا رحت سهرت معهم، قعدت ساعة بالعافية مش طايق ومش مستحمل ومش عارف اجريهم، واضطريت اعتذر بأي طريقة عشان اقوم، لانه ايد القعدة دي اللي كان زمان يحبها وبيجاري وقاعد ومبسوط وناسي روحه، يقول لا ما بقتش طايق القعدة خالص. بعد ما دخلت الخدمة وحبيت ربنا وقربت من ربنا، ايه العيشة دي؟ فهنا ارميا النبي حاسس بكده، انا مش عارف اعيش وسط الناس دول، دول جماعة خائنين زناه، كل لسانهم لخبط ودماغهم لخبطة، فهو يعاوز يبعد عنهم، يعاوز يبكي عليهم، ما عندوش حاجة تانية، عاوز يهج كده ويبعد، أو عاوز يبكي طول الوقت عليهم.
يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زناة جماعة خائنين، يمدون ألسنتهم كقسيهم للكذب. القسي اللي هي القوس بتاع الرماء بتاع الأسهم، فلسانهم عامل زي القوس اللي عمال يرمي سهام، يعني كل كلمة طالعة سهم يجرح. ففي ناس كلامها مدب، كلامها مؤذي، فبيقول كل لسانهم كده، كل كلامهم يا شتايم يا إدانة يا نميمة يا كلام بطال، ما فيش ولا كلمة عدلة. طب اقعد وسطيهم اعمل ايه؟ فهنا بيقول يمدون ألسنتهم كأنها قسي للكذب، يعني حاطين كذبة ورا كذبة كده، لا للحق، يعني يقولوا أي حاجة إلا الحق. قووا في الأرض، يعني متكبرين وشايفين روحهم وعمالين يتكلموا كأن الدنيا دنيتهم وكأنهم مش هيموتوا أبدا، لأنهم خرجوا من شر إلى شر وإياي لم يعرفوا يقول الرب. يعني بيعملوا كل شرور الدنيا إلا ربنا ما يجيبوش سيرته ولا يعرفوه. احترزوا كل واحد من صاحبه، وعلى كل أخ لا تتكلوا، لأن كل أخ يعقب عقبا وكل صاحب يسعى في الوشاد. يعني أرميا بيقول لهم إيه؟ وانتوا بتثقوا في بعض إزاي؟ وعلى فكرة في جو الأشرار كده الصداقات الشريرة يضحكوا مع بعض ويسهروا مع بعض بس ما يثقوش في بعض. ليه؟ لأن هم عارفين أخلاق بعض، ما كل واحد فيهم عنده لخبطة كتير في حياته، فهم داخليا ما يقدروش يثقوا في بعض، ما عارفين انه بيكذب، ده كل واحد قاعد يتباهى بالسرقة اللي بيعمله ويتباهى بالشر اللي في حياته. طب الواحد يثق فيه ازاي؟ فهنا بيقول لهم اياكم تثقوا في بعض، انتوا عايشين في جو كله الشر، ما ينفعش كل واحد يحط ثقته في صاحبه او اخوه. لا تتكلوا لان كل اخ يعقب عقبا. ايه يعني ايه العقبة دي ولا العقبة دي؟ فاكرين يعقوب؟ يعقوب اتسمى ليه؟ اتسمى الاسم ده لانه كان يتعقب اخيه، يعني مسك في عقب اخوه. العقب ده اللي هو كعب الرجل. فلما عيسو كان نازل الاول لقوا يعقوب نازل وماسك بايده في طرف رجل عيسو، فهم سموه يعقوب كمان يتعقب اللي قبله. ويعقوب كانت كلمه راكبه على يعقوب. ليه؟ لانه كانت دايما ايده او عينه في حاجه اخوه. تفتكروا انه سرق خد البكوريه بطبع عدس. ليه؟ لانه كانت عينه في البكوريه. عيسو نزل الاول فحسب بكرا، يعقوب متغاظ عاوز يبقى هو البكر. ليه؟ عاوز يسبق اخوه. فانتهز الفرصه انه كان جعان وعيسو ملوش في الامور الروحيه، قام بيعه البكوريه بطبع عدس. وبعدها بسنين خلاص عيسو بقى واعي مش هينفع يضحك عليه بالساهل، قام بيع ابوه البركه وسرق بركه عيسو بالخداع اللي عمله. فعشان كده عيسو في نرفزته قال حقا انه يعقوب لانه تعقبني مرتين. يعني كان متغاظ حتى من اسمه، لانه اسمه كان راكب عليه لانه سرقه مرتين او مسك في عقبه مرتين. عشان كده تلاحظوا لما المسيح لو المجد ظهر ليعقوب قال له انت اسمك ايه؟ قال له يعقوب. قال له كفاية، لا يعود اسمك يعقوب، كفاية على كده، سرقت اخوك كتير وقعدت تمشي ورا الناس وتخطف منهم، خليك اسرائيل، يعني امسك في عقبنا، اسرائيل بالبلدي معنا، بدل ما تمسك في الناس امسك في، عاوز تاخد حاجة خدها مني انا، لكن ما تمسكش في حد تاني، تسرقش حاجة حد. فأنا بيقول لك كل أخ يعقب عقبا وكل صاحب يسعى في الوشاية. يعني الناس ما عندهاش أمان. خلي بالك اللي يبعد عن ربنا مش ممكن تثق فيه، اللي ربنا مش في حياته لازم هيدور على مصلحته، وسهل جدا يكذب وسهل يغش وسهل يبيع وسهل يأذي لأن ربنا مش في قلبه. فهنا أرميا النبي بيقول لهم احترسوا من بعضكم البعض، انتوا عاملين فيها اصحاب لكن انتوا مش اصحاب، لان الاشرار يوم ما يعملوا اصحاب لازم يقلبوا على بعض بعد شويه.
ويختل الإنسان صاحبه، يعني يخدعه، ولا يتكلمون بالحق، علموا ألسنتهم التكلم بالكذب، يعني زي بيتفننوا في الكذب، وتعبوا في الافتراء. مسكنك في وسط المكر، يعني كل الدنيا اللي حواليك غلط، بالمكر أبوا أن يعرفوني يقول الرب. لذلك هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أنقيهم وأمتحنهم، لأني ماذا أعمل من أجل بنت شعبي؟ يعني ربنا يقول هعمل إيه؟ طيب ربنا يعيني، زي اللي محتار في شعبه، يحب ولاده قوي وبيصعب عليه من كتر الشر، يشد يزعله، يرخي يبوظه، يرجع يشد تاني، ما بيتعلموش من الشد. طب وبعدين؟ حيرنا ربنا، صدقونا حيرنا بجد. يعني هو مش بيحب يشد، لكن بيضطر يشد. طب لما يشد نختش ونتوب؟ طب لما نختشش وما بنتوبش، طب نعمل ايه تاني؟ فهنا بيقول: ها انا ذا انقيهم وامتحنهم، لاني ماذا اعمل من اجل بنت شعبي؟ لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش، بفمه يكلم صاحبه بسلام، وفي قلبه يضع له كمينا. طبعا الآية دي تركب على مين كمان؟ على يهوذا. تركب على كل الأشرار، لكن ركبة قوي على يهوذا. بفمه يكلم صاحبه بسلام، وفي قلبه يضع له كمينا. عشان كده المسيح قال له: أبا قبلة تسلم ابن الإنسان يا يهوذا، لأنه جاي يقول له سلام. طب وانت بتقول سلام يا يهوذا؟ وانت تعرف السلام ده؟ انت جاي تبعني. أفما أعاقبهم على هذه يقول الرب، أم لا تنتقم نفسي من أمك هذه؟ يعني كأنه بيشهد الدنيا، يقول طب مش العادي في الآخر ان انا أعاقب؟ أعمل ايه تاني؟ زي ما قال في إشعياء: ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع له؟ أعمل ايه تاني؟ صور لما ربنا يقول لنا طب اعمل معاكو ايه، اقترحوا ايه تاني ممكن يتعمل. لهذه الدرجة ممكن الناس تغلب ربنا. على الجبال ارفع بكاء. هو ارمى يسمع طبعا زعلت ربنا دي، واشتغل تاني دموع. عشان كده بنسميه النبي الباكي، لانه ملوش حيلة غير يقعد يبكي قدام ربنا، يقول له: رب ارحم شعبك، ارحم شعبك، هنعمل ايه؟ طيب على الجبال أرفع بكاء ومرثاة، من هنا جت مراثي أرمية في الآخر، وعلى مراعي البرية ندبا، الندب اللي بيندبوا يعني، لأنها احترقت، فلا إنسان عابر ولا يسمع صوت الماشية، من طير السماوات إلى البهائم هربت مضت. يعني الخراب جاي على كل حاجة، وما بقاش في صوت حياة خالص في الأرض. وأجعل أورشليم رجما ومأوى بنات آوى. يعني تبقى أورشليم من خرابها تبقى زي الرجمة. الرجمة لما تبقى شوية حجارة مكسرة فوق بعض يسموها رجمة، وده اللي حصل في وقت فعلا خراب أورشليم. ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا ساكن. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه، والذي كلمه فم الرب فيخبر به؟ أقف عند الآية دي بقى. الإنسان الحكيم هو اللي بيفهم. يفهم إيه بقى؟ يفهم أنه الشر بيغضب ربنا، ويفهم أن الشر نهايته وحش، ويفهم أن التوبة هي الحل، ويفهم أن الدموع غالية عند ربنا. اللي بيفهم هو ده اللي بيعجب ربنا، لدرجة دانيال النبي يقول: الفاهمون يضيئون ضياء الجلد في السماء. اللي بيفهموا ربنا دول هينوروا في السماء في الآخر. وفي المزمور يقول: من هو فاهم؟ ربنا باصص من السماء بيدور على واحد بيفهم. مفيش حد بيفهم. ما هو الناس لما تكون ملهية في الدنيا تبقى ما بتفهمش. هل من فاهم، هل من طالب الله؟ يقول كده. هل في حد بيفهم وبيقول يا رب؟ هو ده اللي بيفهم، اللي يصرخ لربنا من أجل التوبة ومن أجل شعبه. فبيقول: من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه؟ الحكيم هو اللي ما ينبهرش بملذات الدنيا،
الحكيم لما يلاقي الناس بتضحك عمال على بطال يخاف، يقول ايه ده، مش خايفين ربنا؟ مش عارفين ان الحاجات دي نهايتها وحشة؟ الحكيم هو اللي يبص على الناس البعيدة عن ربنا ويبكي عليهم، مش يغير منهم، ما يغيرش منهم ابدا، يصعبوا عليه. الحكيم هو اللي يعرف انه اهم حاجة تتعمل في الزمن ده الصلاة والتوبة وخدمة ربنا. فمن هو الحكيم؟ بيقول كده، من الانسان الحكيم الذي يفهم؟ في زمن الناس بتفتخر بالعلم وبالحكمة وهم مخهم فاضي. والذي كلمه فم الرب فيخبر به. الحكيم بجد اللي سامع صوت ربنا وراح يقول للناس توبوا، يا ناس فوقوا، يا ناس الحقوا، يا ناس قضوها دموع، لأنه لما نبكي هنا نرتاح هناك، لكن نتدلع هنا يبقى هنتعذب هناك. فمن هو الذي كلمه فم الرب؟ يعني صوت ربنا في ودانه ويخبر به، يروح يقول للناس ربنا بيقول الحقوا نفسكم، اجتهدوا، اسهروا، خافوا، لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا في السماء، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. يبقى احنا كلنا عاوزين ننطبق علينا الآية دي، عاوزين نبقى بنفهم. يعني ايه بتفهم؟ يعني فاهم ما هي إرادة الله، فاهم ان ربنا ما بيحبش الشر، وفاهم ان ربنا بيحب الغلابة ويحب عمل الخير، وفاهم ان دموع التوبة دي حاجة غالية تلحق تصلي من قلبك، وفاهم ان الصوت اللي سمعته تروح تتكلم وتقول للناس وتنبههم، عشان يبقى لك انت كمان رسالة في خلاص الناس لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. وغم، فأبونا قال له وانت لسه مش فاهم السبب؟ قال له ايه السبب؟ قال له انت السبب، انت بعيد عن ربنا. اخر مرة تناولت امتى؟ اخر مرة اعترفت امتى؟ بتصلي في اول يومك ايه؟ بتعرف ربنا قد ايه؟ قال له لا انا بعيد عن ربنا. قال له لسه مش فاهم؟ ما انت اللي خارب على روحك، انت اخترت سكة لازم توصل لكده. ما يزرع الانسان ايه؟ اياه يحصد ايضا. يا ابني انت اللي تقدر تصلح الخرابة، ان كان على ربنا، ربنا له المجد، لا يشاء ان يهلك احد. ولما بدأ التوبة فعلا كل حاجة ابتدت تتصلح. فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها امامهم، ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها، بل سلكوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعليم التي علمهم اياها ابائهم. يعني ايه؟ يعني الناس بدل ما تمشي ورا كلام ربنا او شريعة ربنا، بيمشوا ورا التعاليم البطالة. ابائهم في الاجيال دي كانوا بيسلموهم عبادة اوثان. البعليم مختصر البعل، او احد القاب الوثن اللي كانوا يعبدوه. فبيقول سلكوا وراء عند قلوبهم. برضو الكلمة دي تستاهل التأمل. ليه؟ يكونش الواحد قلبه عنيد؟ هو العند ده بيتوصف من ايه؟ يعني امتى تقول على واحد انه عنيد؟ لما يكون بيعند مع حاجة واضحة، يعني حاجة صح وصريحة، وهو راكب دماغه ومصر على العكس، فتقول هو بيعند ليه؟ من الحكاية واضحة. ما هو العند ده اشكال والوان، في شاب عنيد مع والديه، في زوجة عنيدة مع جوزها، لكن في قلب عنيد مع ربنا. عنيد مع ربنا يعني ربنا بيقول له بدل المرة 100 مرة وهو مش راضي يسمع، فيبقى اسمه عنيد. فرعون كان قلبه عنيد لأنه سمع كتير وشاف كتير وما اتعظش، ما تابش. طب ممكن يكون الواحد فينا قلبه عنيد؟ مثلا ربنا يبعت لك بدل الرسالة رسائل، صالح أخوك، سامح أخوك، اسأل على أخوك، وبعدين وانت مش راضي تطقن، وكل مرة تسمع الصوت ده أو الرسالة دي تعدي على دماغك تقعد تغلوش عليها وتقول وهو يستاهل، وهو يعني كان عمل مش عارف ايه، وهو يعني كان سأل عليا. يا ابني ما تبطل عند، انت عاوز ملاك يظهر لك يقول لك؟ ولو ظهر لك الملاك غالبا هياخد روحك ساعتها، هيبقى ايه؟ هيبقى متأخر عليك. لكن هنا بيبقى في عند، صوت يقول لك روح اعترف، تقول بعدين بعدين. طب وبعدين؟
لما تحصل لك حوادث وتحصل لك مشاكل كبيرة، هو أنت مش راضي تفهم بالذوق ليه؟ وبعدين ساعات تحصل الحوادث والمشاكل الكبيرة والعند مكمل. برضو الواحد يحاول يفسرها بأي طريقة إلا إنها دعوة توب بسبب العند. وبعدين تلاقي الناس زعلانة منك، تقول ما بيفهمونيش، ما بيقدروش، أصلهم وفصلهم ونعتهم وأصلهم يا ابني أنت هتفضل عنيد، يعني الناس كلها زعلانة عشان حضرتك كويس وهم وحشين. هو الدماغ دي إيه؟ ما بتفهمش. ما تبطل عند وتقول أكيد فيا غلط، هو يعني مش معقول كل الناس دي زعلانة وأنا بريء وملاك والناس دي كلها شياطين، ليه يا ابني كده؟ بلاش عند. قول طب يا رب علمني أصلح إيه في نفسي، طب قولوا لي إيه العيب اللي أشتغل عليه. لكن يبقى الواحد عنيد لا يعترف بخطأه، عنيد مش راضي يوطي راسه، عنيد مش راضي يتوب، مش راضي يرجع لربنا، يبقى اسمه عنيد. زي الابن الأكبر، الابن الأكبر أبوه طلع له يحايله، وده يعني كتير قوي الحياة من الأب، كتر ألف خيره إنه يطلع عشان يحايل ابنه. ما يصحش، كان الولد المفروض يدخل يضحك ويهيص ويفرح مع أخوه اللي كان ميت وعاش ده. ومع هذا حتى لما الأب طلع يحايل ابنه، كان المفروض الولد يعني يعمل خاطر لأبوه اللي ساب الحفلة وطلع يحايله. فضل الولد بره وعمال يسمع أبوه كلام بايخ والعند مكمل. سلكوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعليم التي علمهم إياها أباؤهم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم. يعني إيه؟ بما أنهم فيهم عند والعند ركبهم، خلاص خليهم يشربوا من المرارة اللي إيه جايبينها الروح. يبقى الحياة اللي كلها مرارة دي غالبا احنا المتسببين فيها، دي احنا اللي بنعملها بايدينا وبعندنا. وابددهم في امم لم يعرفوها، كانت اشاره لسبي بابل، ولا ابائهم هم ولا ابائهم، واطلق وراءهم السيف حتى افنيهم. يبقى في انذارات بالسبي اللي جاي. هكذا قال رب الجنود تاملوا. بصوا في وصيه باسمه بتقول ايه؟ تاملوا. إذن التأمل وصية. تأمل يعني إيه؟ يعني بص كده وافهم. تأمل يعني امعن التفكير، فكر كويس، ركز. بص كده، العصفورة بتقول حاجة، والوردة بتقول حاجة، والحادثة بتقول حاجة، واللي مات امبارح ده بيقول حاجة، واللي اتسجن بيقول حاجة، والمريض بيقول حاجة، والسياسة والدنيا الملخبطة بتقول حاجة. أنت بتفهم ولا مش راضي تفهم؟ تأمل. لو تأملت هتطلع بحاجة، هتسمع وهتفهم. عشان كده نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ده بالتأمل. طوبى لأذانكم لأنها تسمع. المسيح كان يقول انظروا طيور السماء، طب احنا بنشوف الطيور لكن لا نتأمل. لكن بالتأمل الواحد يدرك رسائل روحية. لما الواحد يتأمل يعني يفكر كويس، يصغي بسمعه، يركز، يبتدي يستقبل رسائل صريحة واضحة. تأملوا وادعوا النادبات، الندابة اللي هم يقعدوا يصوتوا وينوحوا، فيأتينا، وأرسلوا إلى الحكيمات فيقبلنا ويسرعنا ويرفعنا علينا مرثاه. يعني الحقوا جهزوا بقى إيه للأيام اللي كلها لطم. بالنسبة لإسرائيل في الوقت ده كان دخل على أيام وحشة من التأديب وسبي بابل. يرفعنا علينا مرثاة فتذرف عيوننا دموعا وتفيض أكفاننا ماء. يعني جهزوا نفسكم، بيقول كده هو، للأيام الصعبة ولدموع غزيرة ولندب ونواح ملوش آخر. طب ده كلام يخاف. طب يا ريتهم يخافوا، ده لو خافوا تبقى نعمة. يعني الكلام ده تخيل، ربنا يحمينا، واحد بيقول لك جهز نفسك الأيام اللي جاية دي أيام صعبة قوي. احنا ما بنقولش كده، لكن لو كانت دي الرسالة هتخاف وهتزود صوم وصلاة وهتتوب وترجع عن أي حاجة وحشة.
لكن حتى لما يجي الكلام ده ويفضل الواحد مستهتر يبقى فعلا عنيد. لأن صوت رساية سمع من صهيون كيف أهلكنا، يعني هو بيتنبأ بما يحدث وقت السبي، أن الناس بقت بطلتم يا عيني وتنوح وتقول إيه اللي جرالنا، إيه اللي حصل فينا ده كله، ليه ده كله ده، كيف أهلكنا. خزينا جدا، يعني الخزي وصل لنا جدا، لأننا تركنا الأرض لأنهم هدموا مساكننا، ده وقت بابل. بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب ولتقبل آذانكم كلمة فمه، وعلمنا بناتكن الرساية. علموهم بقى اللطم والندب من بدري بدل الأيام اللي جاية وحش، بيقول كده كأنه بيسخر منهم، يقول لهم جهزوا نفسكم للصويت والنواح بدل مش راضين تتوبوا. والمرأة صاحبتها الندب، لأن الموت طلع إلى كوانا، دخل قصورنا ليقطع الأطفال من خارج والشبان من الساحات. يعني الموت جاي، وقت بابل كان في موت شديد وما بيرحمش أطفال وبنات وستات وشيوخ، فبيقول مع الأيام الصعبة دي مش الناس كانت تبكي؟ طب احنا واحنا عارفين ان في دينونة، شوفوا كنيستنا تقول لنا ايه، هو زي انا عتيد اقف امام الديان مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي. يبقى الواحد برضو عنده خوف مقدس من يوم الدينونة فيبكي، لما يبكي دلوقتي يوفر البكاء في الظهر الآتي. يعني المسيح وصف الهلاك الأبدي، يقول هناك يصير يكون البكاء مش كده وصرير الأسنان. عاوز تمنع البكاء بتاع الظهر الآتي، ابكي النهاردة. لما الواحد يبكي في توبة ويقدم دموع نقية وياخد رحمة ربنا ويعدل الطريقه، خلاص نجى نفسه من رثاء وبكاء للأبد. تكلم هكذا يقول الرب وتسقط جثة الإنسان كدمن على وجه الحقل. يعني من كتر ما الموت سهل بيوصفوا أنه الجثث بتبقى زي الحيوانات الميتة ما حدش بيبص عليها، كدمنا يعني زي ايه، روث الحيوانات، ما حدش معتني حتى يدفن البني ادمين من كتر الهلاك اللي جاي على اسرائيل. وكقبضة وراء الحاصد وليس من يجمع. انتوا عارفين لما كانوا الحصادين يجمعوا تقع شوية ايه سنابل كده، ما يبصوش وراها بقى، ما هو اللي شايل شيلة كده بيمشي، لو وقعت حاجة خلاص دي قبضة كده حاجة بسيطة يسيبها مرمية. ادي البني ادمين اللي مرميين يعني في الاخر. هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغنى. الآية دي مهمة، ثلاث مرات يقول لا يفتخر. مين اللي بيفتخروا؟ ثلاثة عادة يفتخر. الحكيم يفتخر بعلمه أو حكمته، والجبار يفتخر بقوته، والغني يفتخر بفلوسه مش كده. فبيقول ولا الحاجات دي تنفع حد، لا الجبار في اليوم الأخير ينفعه صحته ولا العساكر بتوعه، ولا الغني تنفعه الملايين اللي معاه، ولا اللي عامل نفسه بيفهم المفهومية هتنفعه في اليوم ده. لا يفتخرن لا الحكيم ولا الجبار ولا الغني، لا الحكيم بحكمته ولا الجبار بقدرته ولا الغني بغناه. احذروا من الثلاثة دول يا أحبائي. لما تتعلم حاجة ده مش مجال للافتخار. افرض انت عرفت معلومة مهمة تفتخر بيها، استفيد منها لكن مش مجال افتخار. افرض قريت الانجيل كويس وذكرت وقريت كتب قديسين وهي الحكمة دي مجال للافتخار، دي حاجة تعيش بيها، دي حاجة تطلبك انك انت تلتزم بيها. فلا تفتخر بحكمتك. اللي شايف نفسه حكيم زمانه بيضيع، لان الافتخار ابن الكبرياء، يعني المتكبر هو الذي يفتخر، المتواضع ما عرفش يفتخر. ومن العذرة دي، طب دي لو افتخرت دي عندها كل حاجة، ده شايلة المسيح على ايديها وشافت معجزات وعملت معجزات بالعدد، لكنها لا تفتخر. ليه؟ لأنها متواضعة.
تكتم كل حاجة جواها وما تتكلمش، ويبقى ناس يعني ما عندهاش حاجة وماشي عمالة تتكلم وتفتخر. من افتخر فليفتخر بالرب، اللي يكلم يكلم عن ربنا، يستحق كل مجد، لكن انت هتمجد نفسك على ايه؟ ما انت عارف اللي فيها. المفروض احذروا، مش لو جالك فلوس تفتخر، اشكر ربنا، ولو جالك حكمة تفتخر، اشكر ربنا، ولو ربنا مديك صحة أو قوة أو قدرة أو علاقات، ده كل ده مجال للشكر مش مجال للافتخار. لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخر المفتخر. يعني إن كان يجب نفتخر، نقول نفتخر بإيه؟ بأنه يفهم. يعني اللي يفتخر هو الوحيد اللي إيه؟ اللي يفهم، يقول بس أشكر ربنا أني فهمت. فهمت إيه؟ فهمت أن العمر قصير، فهمت أن ربنا عمال يخبط عليا يقول لي تعدل وتوب، فهمت أن ربنا بيحبني بعد كل اللي عملته. هي دي اللي بقى تفتخر بيها. وهنا تفتخر بيها مش مقصود تروح تمشي تتكلم، مقصود تقول الحمد لله فهمت، أشكرك يا رب أن الرسالة وصلت وعرفت أنت قصدك إيه. بهذا يفتخر المفتخر بأنه يفهم. يعني اللي بيفهم بجد هو ده اللي ممكن يفتخر، لأن اللي بيفهم بجد هيعمل إيه؟ هيشكر وهيتوب وهيخدم، ده اللي بيفهم. إنما اللي ماشي يتمنظر ويتكبر ومكمل في الغلط، ده ما بيفهمش، فافتخاره كاذب. بهذا يفتخر المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع الرحمة، صانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. يعني إيه؟ افهم ربنا. ربنا بيعمل ثلاث حاجات: بيعمل رحمة، ويصر بالرحمة. افهموا الحتة دي. ربنا رحيم بطبعته، لا يشأ أن يهلك أحد، لسه بيطلع الشمس على الأبرار والأشرار ويمطر على الأبرار والطالحين. طب رحيم، طب إيه اللي يبسطه؟ إنك تبقى رحيم زيه، لما تسامح، لما تعمل خير، لما تطلع من اللي عندك، لما تخدم الناس وتبقى رحيم وكريم زي ربنا. بهذا يصر. فهمتها دي ولا لسه ما فهمتهاش؟ فهمت إن ربنا رحيم ويصر بالرحمة، عشان كده يقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، ويقول في حتة تاني ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. درس سهل بس أغلب الناس مش فاهمينه. ربنا رحيم والناس ظالمة، طب ما تفهموا يا بشر، بدل هو رحيم يبقى بيحب الرحمة. إيه الرحمة؟ الرحمة إنك تسامح، وإنك تعذر، وإنك تستر، وإنك تعمل خير في الناس، وإنك تدي بسخاء، وإنك يعني تفوت، كل ده رحمة. طب إذا كنت أنت غير رحيم يبقى مالكش نصيب معاه، يبقى ما بتفهمش لا مؤاخذة. ليه؟ لأنك أنت مش راضي ترحم نفسك. أنت بترحم نفسك لما ترحم غيرك، مش عاوز ترحم غيرك يبقى مش عاوز رحمة لنفسك. فيقول بهذا يفتخر المفتخر. يعني الناصح صحيح يعمل إيه؟ يفهم أن ربنا رحيم ويصر بالرحمة، ويفهم أن ربنا عادل ويصر بالعدل. ربنا حقاني برضه. لو أنت مش حقاني تبقى مش ممكن هتعجب ربنا. في واحد يقول لك أنا إيه طلعت الفلوس دي مش عارف بطريقة إزاي، أنت مبسوط بالظلم، أنت فرحان بالفلوس اللي دخلت بدون حق، أنت ما تعرفش أن ربنا عادل وحقاني ويحب الحق. طب الحاجة اللي خدتها من غير حق دي هتاكل، دي هتحرقك، دي هتأذيك. ازاي تعمل كده؟ اذا كنت فاهم ان ربنا عادل تبقى انت على طول طبيعتك فيها عدل وحق، وتحكم على نفسك قبل ما تحكم على اي انسان. انما في ناس مثلا تتملق الوجوه، تحابي، الرياء ده او المحاباة ده ظلم. انك انت تمجد واحد غني وتدوس على واحد فقير، هو انت مش حقاني زي ربنا؟ هو ربنا بيحب ده زي ده؟ وفي الاخر الاتنين هيقفوا قدام ربنا، قدام الديان العادل.
يبقى هنا بيقول الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا لأني بهذه أصر، يقول الرب. يعني دي الحاجات اللي بتفرحني، إذا قلت والرأي حقاني ما تجاملش على الحق أبدا، وإذا تعاملت مع الناس خليك رحيم، لأن دي صفات إلهية يصر بها الله. شخصيته كده ربنا له كل المجد، صفاته رحمة وعدل ويصر بالرحمة والعدل. ها أيام تأتي يقول الرب وأعاقب كل مختون وأغلف. المختون هو اليهودي والأغلف الشخص غير اليهودي. كان اليهود بقى عندهم اعتقاد أن ربنا يعاقب الغلف، وإيه المختونين دول معصومين، دول بتوع ربنا. قال لهم ده هتيجي أيام أنا هعاقب دول ودول. ليه؟ لأن حتى اللي عنده ختان يعني المفروض يعرف ربنا عايش عيشة الغلف. ما هو الوثنية كانت ماشية مع الغلف اللي هم ما عندهمش ختان فبيعبدوا أوثان. طب واليهود عندهم ختان وبيعبدوا أوثان، يوم ربنا يقول عشان خاطر الختان ما أسامحهم؟ ما ينفعش. بدل سلكوا نفس سلوك الوثنية يبقى الاتنين زي بعض. ده اللي قاله القديس بولس في رسالة روميا إصحاح 2، وهو بيقول للجماعة اللي من أصل يهودي، مسيحيين من أصل يهودي، هو أنتوا فاكرين لما يبقى واحد أممي ما عندوش ختان ويعمل حاجات ربنا قالها في الناموس، وواحد يهودي عنده الناموس وما بيعملوش، ربنا يبقى في صف اليهودي؟ يعني عاوز يقول لهم احكموا أنتوا حتى بعقلكوا كده. بقى ربنا يقول كلام الغريب يعمله وبتاع ربنا المفروض ما بيعملوش، تفتكروا ربنا هيعمل ايه؟ قدام ربنا يهمه اللي بيسمع كلامه. فعاوز يقول لهم ده في ناس من الامم اخلاقها احسن من اليهود. في الزمن ده بتاع الارميه كان كده. فقال لهم هتأتي ايام اعاقب كل مختون واغلف. ليه؟ لان الموضوع مش واقف على الختان، الموضوع واقف على حياتهم سلوكهم ووصية ربنا. مصر ده أغلف، ويهوذا ده ختان، وأدوم ده أغلف، وبني عمون ومؤاب، وكل مقصوص الشعر مستديرا. كانوا زمان من سلوكيات الوثنية يقصوا شعرهم بطريقة معينة كده، دول اللي بيعبدوا الأوثان يعني. كان ليهم موضة كده، على فكرة في موضات بتطلع بدايتها بتبقى عبادة الشيطان، بدايتها بتبقى حاجات شيطانية، وبعدين الشباب الطيب يتناقل الموضة على أنها حاجة جميلة أوي. إيه الجميل اللي فيها يعني؟ حتى الناحية الجمالية مفيش جمال، من الناحية الإنسانية مفيش إنسانية، بس يقول لك موضة. أيوة الموضة دي أساسها إيه؟ لما تدرسها تلاقي إنها ملهاش أساس، أو يطلع أساسها فعلا عبادة شيطانية أو حاجات غلط ارتبطت عند بعض الناس، والناس قلدت عمياني وانتشرت في العالم كله فبقت موضة. وطبعا اللي ما يمشيش على الموضة يبقى متخلف، فالناس بيصعب عليها فتحب تبقى حسب الموضة. طب انتوا عارفين الموضة دي اساسها ايه؟ يعني موضة الاباحية عموما او اللبس اللي مش غير لائق، هو ده ايه قيمته من الناحية الانسانية؟ ملوش قيمة، بالعكس ده كده بيعامل الجسد الإنساني كأنه حيوان يشتهى. يبقى الجنس هنا أعلى حاجة في الإنسان، يبقى ده الصوت العالي، الحاجة الغريزة الجنسية. الإنسان بقت أعلى حاجة فيه الغريزة الجنسية؟ طب مين اللي يهمه الفكرة دي؟ الشيطان طبعا، عشان يحول البشر كلهم إلى مجموعة من الحيوانات الهائجة. لكن هو في الأصل البني آدم له كرامة وعنده عقل وعنده يعني حكمة المفروض يحتشم بيها ويسلك سلوك راقي، لكن الشيطان بيذل البشر والناس تمشي ورا الموت. فأنا بيقول لهم مقصوص الشعر مستديرا، دي من علامات الوثنية ساعتها، الساكنين في البرية، لأن كل الأمم غلف وكل بيت إسرائيل غلف القلوب. يعني إيه؟ ما كلمة أغلف معناها غير مختتن في جسده. وكانوا يسموهم اليهود، اليهود يسموا الغلف الكلاب كاحتقار ليهم. انما طلع اللي يهم ربنا مش ختان الجسد، قال فين ختان القلب؟ فسمى اليهود غلف القلوب، يا
يعني إيه؟ يعني غير مختونين بقلبه، يعني من الناحية الجسدية محسوبين يهود، لكن من الناحية الروحية مش محسوبين تبع ربنا خالص طبعا، لأن زيهم زي غيرهم. عشان كده زي ما أقول لكم، لو مسيحي ماشي في الدنيا يسرق ويكذب، هل المسيح له المجد هيعتبره مسيحي؟ ليه هو ربنا يسوع بيضحك عليه؟ إذا كان سلوكه زي سلوك ناس ما تعرفش تعليم المسيح ولا شايلة المسيح في قلبها، خلاص كمنه مسيحي يعني بقاله أفضلية؟ مفيش حاجة اسمها كده عند ربنا. نفس فكرة غلف القلوب، يعني إيه؟ يعني لو الإنسان غير صادق في علاقته بربنا، ربنا ما يضحكش عليه، فحص القلوب والكل. اليهود كانوا لعلة يطيلون الصلوات، قال لهم ويل لكم. ليه؟ مرائين بتمثله. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. قال أنت واخد بالك يا رب؟ طبعا. لكن من ناحية الإكرام بالشفايف، ممكن يقولوا تسبيح وممكن يعملوا طقوس، لكن القلب في حتة تانية. يبقى ربنا يفحص القلوب، عشان كده سمى اليهود غلف القلوب، يعني هم مختونين حقيقة بالجسد، لكن من ناحية الداخلية الحقيقية دي لا غلف.